واش اخا ديكارت، هاني لي مرتاح. أنا أفكر، إذا أنا موجود. وصافي يا صاحبي، حمضتيها قرن وزمارة وأنا كنسمعك كتقولها. بدل شي حاجة، بدل. أنا أفكر، إذا أنا موجود. لا لا، من غيرها من غير هاد الجملة هادي، اعطيني شي لعيبة أخرى. أنا موجود لأنني أفكر. واخا صافي صافي، شكرا اخويا، ديرني ما كاينش، الله يرحم باك وصافي. وصافي صافي، سير عطيني التيشة قبل ما ندير لك شي حاجة. شنو هو؟ دير شي حاجة باش ادير هاد الحاجة هادي. باش باش بالدعاء. انا افكر، اذا غندير لايك. مرحبا بكم الافيوني. اليوم غندويو على ديكارت. تولد في سنة 1596 في واحد البلدة سميتها لوي، ومات في ستوكهولم. ستوكهولم يعني الحلم، ستوكهولم ديال السويد. واخيرا غندويو على الرأي ديال الفيلسوف الثالث ديالنا في هذا البلان، هذا اللي هو هوية الشخص، اللي هو كاين في المجزوء ديال الوضع البشري. ديكارت شنو قال على الانسان؟ قال عليه باللي انه الانسان الهويه ديالو كتحدد من الفكر ديالو، الفكر، الافكار، حيت الافكار ماشي شي حاجه اللي كتقبل الشك، لانك تقدر تشك بها. مثلا ديكارت نفهمكم كيفاش كيحدد الهويه. مثلا الا كنتي انت كتفكر انك غادي تمشي وتبحث وتقلب على بحوث وتخدم هذا العام وتجتهد وتتفكر، هو تيحسب ان الهويه ديالك هي مجتهد، لان التفكير ديالك هو انك مجتهد. يعني الهويه ديال الشخص هو الفكر ديالو، وعبر عليها بالكوجيتو اللي خلى لينا سنين هادي، وهو تسمع على الصدى ديال العالم اللي هو انا افكر اذا انا موجود. ايوا كي غدير تعرف الهويه ديال الشخص وانت اصلا ماشي في دماغه؟ قال لك سيدي، التفكير ديال الانسان كيظهر في الاقوال والافعال ديالو. وهاد القضية شخصيا انا كنشوفها صحيحة، لان داكشي اللي كيبان في الافعال والاقوال راه كيترجم الافكار اللي كاينين في الدماغ ديال الانسان. اللي بغى يوصل لك ديكارت هو ان الفكر ديال بنادم هو الهوية ديالو، واي واحد شفتيه دار شي حاجة ولا قال شي حاجة، عرف باللي داكشي اللي دار ولا داكشي اللي قال تيعبر على التفكير ديالو. نزيد نعطيك مثال باش تفهم. مثلا اينشتاين، باش حنا كنقولوا انه عالم فيزيائي ولا كنقولوا انه فيلسوف، الافكار اللي خلى لينا هو من الفيزياء ومن الفلسفه هي اللي كتخلينا نعطيو ديك الهويه ديال العالم او الفيلسوف. كذلك الاستاذ فاش كينوض يشرح لك الدرس، ديك الافعال ديال انه ينوض ويشرح لك الدرس، والاقوال اللي تيدير انه تيشرح لك الدرس، فهذا هو اللي كيحدد الهوية ديالو أنه هو أستاذ. فهمتي البلان؟ وأنك كتلميذ باش تحدد الهوية ديالك أنت كتلميذ، فديك الكتابة اللي كتكتب وداك التتباع اللي تتبع مع الأستاذ هو اللي كيعطيك الهوية ديالك على أنك تلميذ. فهمتيني دابا؟ هاد الفكرة ديال ديكارت راه كيما قلت لكم راه دارها في القرن 16 والقرن 17. ديك الساعة بدا الصدى ديالها غادي وتوسع، ديال انا افكر اذا انا موجود. اما من بعد راه كيما قلت لكم راه جا جول اشوليه، جا فرويد، جاو بزاف ديال الفلاسفة اللي بدلوا هاد الشيء هذا، ولكن كتبقى هاد الفكرة هادي ديال ديكارت ما عند حتى واحد يحيدها ليه. دونك الفكرة كنتمنى انها تكون وصلت بطريقة مزيانة. وبيس اند لاف الخوت، شكرا بزاف اللي كيتبعوا معايا هاد السلسلة هادي، وغادي نتساليو الفلسفة والاقوال ديال الفلاسفة والافكار ديالهم باش هكا تكون فاهم في الدرس. الا دخلتي دخل بحال سوبرمان. وهنا غيكون سال الفيديو، ما تنساش تلايكي وتابونيني. ابونيني على لغة البوناني. Just, okay.